السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد بإذن الله. فيديو النهاردة هنعمل فيه كيكة المج بطريقة بسيطة جدا وسهلة وسريعة، ومش هتاخد منك 5 دقايق. لما تكون نفسك تاكلي كيكة أو عايزة حاجة على السريع بنعملها كده، حتى احنا وأولادي كل واحد يعمل المج بتاعه، تبقى حاجة مسلية كده ولذيذة وجميلة بإذن الله. أول حاجة أنا بجيب عندي المج اللي أنا هدخله عندي الفرن أو الميكروويف، بس طبعا لازم يكون اللي هي المجات الفخار، ما تجيبيش مج إزاز وهتدخليه طبعا الفرن. أول حاجة هضيف عندي بيضة، البيضة على طول ايه فانيليا معاها، مكترش الفانيليا عشان ما تمررش. على طول هياخد 3 معالق كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، 3 معالق كبار من الزيت، هاخد 3 معالق كبار من الحليب اللي هو اللبن، بعد كده هضيف 4 معالق كبار من الدقيق او الطحين، وهضيف 1/2 معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، وبرده هنا هضيف ذرة رشة صغيرة من بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، طبعا عشان احنا ضايفين فيها كاكاو خام عشان ترفع معايا، وذرة ملح برده خفيفة خالص، رشة صغيرة جدا. دلوقتي بقى هبتدي اقلب كل المكونات دي في المج، انا ما قلبتش اي حاجة. هقول برده وانا كده بقلب، انا ضفت هنا ايه، انا ضفت هنا بيضة واحدة، ضفت عليها فانيليا، ضفت 3 معالق كبيرة من الزيت، 3 معالق كبيرة من السكر، 3 معالق كبيرة من الحليب او اللبن، 4 معالق كبيرة من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ذرة ملح، ذرة بيكنج صودا، 1/2 معلقة صغيرة من خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر. هبتدي دلوقتي بقى اقلب كل المكونات دي كله في المج كده زي ما هو، مضرب كده او بشوكة كمان، ممكن تضربيه بشوكة لو المج بتاعك ضيق. خلاص كده الخليط اتقلب معايا كويس، بقت بالشكل ده بالقوام ده، وبالسباتولا كده او بمنديل كده بمسح بس الاطراف دي عشان هو ده اللي انا هسوي فيه. دلوقتي بقى هدخلها الميكرويف او الفرن. لو الميكرويف مش هتاخد معاكي 5 دقايق، اكتر حاجة 10 دقايق، 5 دقايق بكتير 10 دقايق، انما لو الفرن سواء الفرن البوتاجاز العادي بتاع الغاز او الفرن اللي هو الكهربائي هتستوي زي وقت الكيكه بالظبط، يعني حوالي 1/3 ساعه. يبقى هنعمل صوص كده سريعا عشان لما المج يطلع من الفرن نحطه كده على الوش يبقى بصوص كده برضو شوكولاته خفيف. انا هنا معايا 2 معلقتين كبار من الكاكاو الخام، حطيتهم في الحاجه اللي انا حطها على النار على طول عشان ما ارجعش اقلب تاني، وهضيف هنا 2 معلقة من الحليب برضو 2 معلقة كبار، هضيف برضو 2 معلقة كبار من السكر، وهضيف هنا كده قطعة زبدة عشان تديلي بقى اللمعة اللي بتبقى في الصوص. هدوبهم كده وهرفعهم بقى على النار ياخدوا غلوة واحدة بس، وبعد كده بنزله على طول. وكده بعد ما حطيته على النار وخد معايا غلوة واحدة بس، شايفين قوامه صوص جميل جدا، هستنى بقى ما المج يطلع ويبرد وبعد كده اضيفه عليه. كده انا خرجتها واختبرتها طبعا بالعود الخلة، بتطلع طبعا نظيفة بتستوي معايا تماما، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر تبارك الله، شايفين عالت طبعا قد ايه وزادت. المج ده على فكرة ما حدش يقدر ياكله لوحده، يعني يكفي 2، فزي ما قلت لك لو عايزه كده الاولاد كده يفرحوا وقفوا معاك قدام كل واحد مج، وكل واحد تحط له فيها بيضايه وتحط له فيها المقادير اللي قلنا عليها، هيفرحوا قوي، وبتبقى حاجه جميله كده بصنع ايديهم وحاجه خفيفه. تقدري ان انت تسيبها كده ساده ماشي، عايزه بقى الزوايا احنا هنحط بقى دلوقتي الصوص اللي احنا عملناه هو برد والكيكه لسه سخنه، يعني حاجه فيهم تبقى بارده والتانيه سخنه. دلوقتي هضيفه، على فكرة تقدري تعملي الصوص السريع ده، وكمان ممكن تجيبي اللي هو دانون، عارفين الزبادي دانون اللي هي العلبة بجنيه او بجنيه ونص، هتبقى سهلة معاكي برضو سريعة. واضيف دلوقتي جوز الهند، واحدة كريزة كده، اي تزويق كده سهل وسريع بصراحة كده، مج ديناميت جميل قوي طعمها حلو، وبعملها للاولاد وجربتها. خلاص بقى احنا قلنا على التسويه، لو هتسويها انا على فكره مسويها في الفرن الكهرباء، في الفرن سواء الفرن الغاز او الكهرباء، بتاخد طبعا معايا 1/3 ساعه زي تسويتها تسويه الكيكه العاديه خالص، انما لو الميكروويف هتاخد معاكي وقت اقل من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين معايا، وبرحب جدا بمشتركين الجدد. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.